يأتي في غياب مجهود كاين واحد ارتباك واضح في الاغلبيه المسيره، وحتى واحد يخرج الدور ديالو من موقعه بخصوص يعني اللجان الموضوعاتيه اللي دارها المجلس اللي كتحدث عن المرافق العموميه كذا، كاين غياب وكاين عدم استخلاص. واش عندها حس جانب سياسي او مستدري؟ وبالتالي المداخل موجوده ولكن المجلس لم يقم حتى بادنى مجهود من اجل استخلاصها.